بعد مرور 9 أعوام على بدء الأعمال، أنجز متحف البصرة الحضاري ليكون أول متحف من نوعه في جنوب العراق، يضم مئات القطع الأثرية النفيسة والتي تعود إلى الحضارات التي مرت بالمحافظة، ومعظمها تماثيل صغيرة وأختام أسطوانية وجرار وأقراص فخار ومسكوكات نقدية. بعد الافتتاح الكبير والتاريخي لأكبر صرح حضاري في جنوب العراق وهو متحف البصرة الحضاري، هذه الفكرة التي بدأت عام 2007 عندما اقترحنا تحويل أحد القصور الرئاسية ليكون متحفا حضاريا للمدينة بعد أن فقدت البصرة متحفها منذ عام 1991 ول 28 عام. البصرة المدينة التاريخية المهمة، الأول عاصمة أو أول مدينة إسلامية خارج الجزيرة العربية، والمدينة التاريخية وميناء العراق القديم، ولا تملك متحفا، وهي المدينة المستقبلة للوجوه المختلفة مختلفة الأعراق والأجناس، المدينة الميناء وحاضرة ثقافية، فلذلك جاءت هذه الفكرة. المتحف يشغل قصر البحيرة المطل على شط العرب، مستفيدا من فتح وزارة الثقافة والسياحة والآثار مخازن المتحف العراقي في بغداد والتي تضم آلاف القطع الأثرية، وقدمت 1600 قطعة منها إلى المتحف الجديد، من بينها قطع كانت لدى مهربين وتجار آثار في داخل العراق وخارجه استرجعت منهم خلال الأعوام الأخيرة. أعجبني الترتيب والتنظيم، الإضاءة والعرض العملات والقطع الأثرية، وهذا فشيء حلو يعني نعتز به إحنا كبصريين أنه موجود في البصرة معرض بهذا التنظيم والترتيب والنظام والجمال، أيضا جزء من تاريخ البصرة ربما ما معروف بالنسبة للناس العاديين. معظم تكاليف إنشاء المتحف قدمها متبرعون دوليون عن طريق جمعية أصدقاء متحف البصرة التي أسست في لندن قبل 9 سنوات بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. يضم المتحف اليوم 4 قاعات للحضارات السومرية والبابلية والآشورية والإسلامية، إضافة إلى قاعة تعليمية للأطفال. بالنسبة لنا اليوم أحد مدارس البصرة الأهلية، مدرسة الأفلاذ، جت زيارة لهذا المتحف التاريخي. وطبعا مو بس هذا المتحف موجود فقرة ثانية، متحف علمي خاص بالأسماك وشغلات المحنطة. المكان كلش حلو، ممتاز، مرتب، ناس تعبان عليه، أشكر جهودهم هذا البين وهذه الحضارة الموجودة خلال فترة هذا البلد وتاريخ هذا البلد. ويقول القائمون على المتحف إنهم يسعون إلى إنشاء مختبر لصون المخطوطات فيه، فضلا عن تأسيس مكتبة عامة للكتب المتعلقة بالآثار والتراث.